المصنوعات كلها من البيئه. لو احنا لو اتعمل مصنع جلود في المكان ده، لو اتعمل مصنع صناعات يدويه في المكان دوت، لو اتعمل ناس ورش لتدريب وتسويق الكلام ده، اعتقد انه هيبقى فيه مساهمه حقيقيه والناس مستوى تزيد. الو اوه اوه اه ده باقي باقي السوق برضه نفس السوق، سوق هو كلها حاجه نفس الحاجات، بيوت البيوت القديمة من ال اهو اوكي، هي دي البيوت اهو، بوص كنا بنقرا عنها في كتب ال في الكتب القديمة اهي اهو، يعني ده خشب اهو، يعني انا مش بنقل، مش بسوق فقر، انا بس بنقل واقع موجود احزنني كثيرا فعلا، يعني انا حزين من المستوى، وحزين من الفرص الضايعة. الو اهو هذا كل حاجة من ال ده مستوى، ده مستوى العيشة ومستوى الحياة، مستوى العيشة ومستوى الحياة حاجة فعلا، بس اعتقد انه دي فرصة ان احنا نشوف الواقع، عشان ما نتكلم بقى والاسيوبيين والدنيا والدنيا، خلينا نروح نجري على فرقة تاني ونشوف الناس دي عايشة ازاي، نقدر نقدم لهم ايه، نقدر نعمل ايه، اعتقد هو ده اللي المفروض يتم دلوقتي.